السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والورثة، حسابات جديدة للعلاوات الخمس يكشفها محامي المعاشات. تعالوا نشاهد بيقول إيه بالصوت والصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقرير عبارة عن 30 صفحة. 30 صفحة بيشرح فيه القضية كلها، بيشرح دفاع أصحاب المعاشات ودفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وإحنا قلنا لحضراتكم إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما قدمتش مستندات غير القانون 25 لسنة 2020. في النتيجة النهائية طبعا بيقول بيفسر الخبير بيقول بشأن النطاق الزمني، عشان المحكمة كانت طالبة منه النطاق الزمني لتطبيق هذا الحكم، هل هو من 87 ولا من 2006. قال احنا هنا ان احنا بنتمسك بالحكم، وان الحكم محدد النطاق الزمني من 1/7/87 حتى تاريخ النطق بالحكم في 21 فبراير 2019، وإن الحكم بات ونهائي وحكم وقد حسم هذا الحكم تماما وبجلاء ووضوح واستقامة لا تقبل المجادلة. الهيئة قالت لا، احنا عندنا القانون 25. هو قال بقى بيعقب وبيقول حيث أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى في الطعون بأحقية المدعين وكتب منطوق الحكم وترك. الحقيقة هو اتصرف تصرف سليم جدا، ان النطاق الزمني هي اللي محدده المحكمه الاداريه العليا، وقال ان تفسير الحكم بشان النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمه الاداريه العليا ده يرجع للمحكمه ذاتها اللي اخبرت اللي انطقت اللي هي اصدرت الحكم، فبالتالي او المحكمه اللي هي امامها الدعوه حاليا. فقال ان ده امر قانوني وانا ما اقدرش احدد العدد. خلي بالكم هو ما حسبش لان التامينات ما جابتش اي بيانات، وان احنا كمان قلنا ان التامينات هي الملزمه بالحساب سواء بالفروق الماليه المتجمدات يعني، او سواء بالحقوق الشخص الماليه الشهريه اللي هي خاصه بالحكم ده. وبرده انه قال ان التامينات هي بالنسبه للمتجمدات مجمدات فروق مالية أعمال التقادم الخمسي الذي أشارت إليه المحكمة لتطبيقه وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وهو 5 سنوات. إن 5 سنوات يبدأوا من 19/12 قبل 19/12/2015 تاريخ الدعوة الأصلية، يعني يبدأ من 19/12/2010 ده في المتجمد في الحساب الفروق المالية. ده تكي على إن الحكم المحكمة الإدارية العليا من 87، بس هو ترك الامر للمحكمه في حسابه. بالنسبه بقى التامينات الاجتماعيه قدمت بيان تفصيلي، خلي بالكم عشان تبقوا عارفين، عن اللي اتنفذ عليهم القانون 25 لسنه 2020. هم بالنسبه اللي كانوا شغالين في الحكومه حوالي 1,900,000، بالنسبه للقطاع العام حوالي 393,000، بالنسبه للقطاع الخاص حوالي 139,000. ده دول اللي هم كانوا اللي هم اتطبق عليهم الحكم. والقطاع الخاص اللي كان بياخد علاوات خاصه طبعا بعد معاناه، انا عارف ان في ناس عانت كتير جدا من القطاع الخاص لحد ما قدروا يصرفوا حقوقهم. طبعا هم اتكلموا على العدد، البيان التفصيلي كله، يعني ما يكملوش 2 مليون صاحب معاش، مليون ونص تقريبا، اللي 1,405,000 بالظبط اللي صرفوا في القانون 25، مش 3 مليون، لان 3 مليون او اكثر هم الأصحاب الحق منذ يوليو سنة 87، ده إحنا اللي بنقول. طبعا الهيئة أصرت إنها ما تقدمش حاجة، لكن هو رفع الأمر للمحكمة. إذا انتهت عدالة المحكمة في أحقية المدعين فيما طلبوا بعريضة دعواهم من طلبات موضحة بتقريرنا منع الاستقرار، فنترك لعدالة المحكمة أمر إلزام الهيئة المدعى عليها باحتساب المستحقات اللازمة باحتساب تلك المستحقات التأمينية المطالب بها لما يتوفر لديها من مستندات خاصة بتلك المدعين وفقا لطلب الحاضرين. بص حضراتكم، المدعين على فكرة هو اتحاد أصحاب المعاشات اللي هو بيمثل أصحاب المعاشات كلهم يعني، بالإضافة إحنا كنا قدمنا ثلاث أشخاص أو أربعة
على سبيل يعني ايه الاستشهاد، ان دول قبل 2006. حتى المحكمه ما طلبتش حسابهم، هم طلبت حساب اعداد اصحاب المعاشات كله والمستحقين والكلام ده كله. طبعا هو الخبير ما قدرش يحسبها لان التامينات ما جابتش اي اوراق، ومصممة على ان القانون 25، فهو ترك الامر ده للمحكمه في الاحقيه. عايز بس اعرف حضراتكم ان احنا جلستنا 25/11، في ناس بتتكلم بتقول اجل طويل قوي. اولا المحاكم في جمعيه عموميه بتنعقد لمحكمه مجلس الدوله يوم 27/9 تقريبا، فممكن تتغير الدايره اللي هتشتغل من 1/10، فطبيعي القضيه مش سهله، فالمحكمه بتدي لنفسها فرصه وبتدينا احنا كمان فرصه ان احنا نرد وهم يردوا برضو. ان التقرير قال ان فعلا في حكم محكمه اداريه عليا لم ينفذ حتى تاريخه، بس ترك امر الزام الهيئه للمحكمه على فكره، وده شيء طبيعي. ليه بقى؟ ان التامينات هو حتى قال ان احنا طلبنا من التامينات كتير تقدم اوراق ومستندات وحاجات خاصه باصحاب المعاشات، ما قدمش. هم مش هيقدموا لان عندهم تعليمات، هم ما يقدموش حاجه، لكن المحكمة إن شاء الله كفيلة إنها تجبرهم على تقديم المستندات. على فكرة يعني أنا هقول لكم بيان بالعلاوات الخاصة هم متقدمين، وعلى فكرة التأمينات اللي مقدماها بالنسبة للمدعين، مثلا بالنسبة للمرحوم عبد الله بن فتوح، الله حالكم حالا، بالنسبة للمرحوم عبد الله بن فتوح مجموع علاواته أهي، الخمس علاوات اللي ما اتضمتش مجموع علاواته وقت ما طلع للمعاش سنة 97 54 جنيه و47 قرش. مجموع علاوات المرحوم عبد الله بن فتوح قبل ما يطلع معاش الأساسي بتاعه والأجر بتاعه كان 104 جنيه سنة 93، 94 كان 118 جنيه. طبعا كان بيزيد الزيادات السنوية اللي هي ضم العلاوات وبعض الحوافز وحاجات زي كده، أو بعض العلاوات الدورية، لكن علاواته هي زي ما قدام حضراتكم كانت 8 جنيه 32 قرش سنة 93، وصلت ل 13 جنيه 79 قرش سنة 97 لما جه يخرج. ودول الخمس علاوات اللي ما اتضموش مجموعهم 54 جنيه، وده اللي عناه الحكم وقال انه من حقه ياخد 80% من مجموع ال 54 دول ويتحطوا في معاش الاجر المتغير. بالنسبة للأستاذ أحمد العرابي اللي هو رئيس الاتحاد الحالي برضه، هو بص مجموع علاواته عامل كام؟ 90 جنيه. مجموع علاواته عامل 90 جنيه أستاذ أحمد عرابي. والأستاذ أحمد عرابي خالج سنة 96 برضه، وأجر العلاوات العلاوة بتاعته سنة 92 كانت 23 جنيه، وهو المجموع وادي العلاوات من 92 ل 96 ما كانتش اتضمت، هي التأمينات اللي جايباها برضو. بالنسبة للأستاذ محمد مسعود غنيم مجموع علاوات 81 جنيه اهم اللي ما اتضموش، هو خارج على فكرة سنة 2000، علاواته من 96 ل 2000 ما كانوش اتضموا، هم دول مجموع الحكم الإدارية العليا. فمجموع علاواته 81 جنيه اللي هو ياخد منهم 80% كحق في التسوية اللي هي قالها الحكم. برضو الأستاذة سميرة، احنا جبنا عدد من أصحاب المعاشات، هي خارجة 2001 برضو، مجموع علاواتها 48 جنيه أهو اللي ما اتضمتش. احنا بنجيب من التقرير على فكرة وبعرفكم العلاوات اللي ما اتضمتش قبل 2006، وده كان على سبيل الاسترشاد بس. هو الخبير طبعا ما قال ان التأمينات ما مدنتنيش بأي حاجة عشان احسبها، بالإضافة إن هو نفسه ما يقدرش يتعرض لنطاق القانون الزمني للحكم إلا بقرار من المحكمة الإدارية العليا. إن شاء الله 25/11 ميعادنا، جلسة فيها رد على ما جاء بالتقرير من الطرفين إحنا أو هما، وفيها إجراء بالنسبة للمحكمة إذا كان هيبقى فيها، يمكن يبقى فيها تأجيل، الناس بتتكلم على التأجيلات، ممكن يبقى فيها تأجيل بس مش هتبقى تأجيلات بعيدة زي دي الوقت. بس أنا بحب أطمنكم إن إحنا قدام قضاء عادل، وإن التأجيلات تخرج عن يد كل الأطراف بما فيها القاضي، لأن أنت قدام جهة متعنتة في التنفيذ. إن شاء الله اطمئنوا خير،
والخبير قال إن الأحقية هي من قبل المحكمة، وإن الحساب من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لأن هي لديها المستندات والداتا والمعلومات الخاصة بأصحاب المعاشات. اللي خرج في 2000 يوليو 2006 دي 5 علاوات، عشان تبقوا عارفين، بس تبقوا عارفين الدنيا إيه ماشية إزاي. وأرجوكم يعني الصبر على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لهم ينفذوا الحكم إن شاء الله. شكرا. دي كانت تصريحات محامي المعاشات عن المستحقين للعلاوات الخمس وأيضا سنوات الاستحقاق. انتظرونا مع أخبار جديدة على قناتكم، ولا تنسوا دعمكم للقناة بلايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك، وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل يصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.